رحم الله الرئيس حسني محمد مبارك، محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، هذا القائد وهذا الزعيم العربي الذي استطاع عبر تاريخه الطويل أن ينجز لمصر وللعرب ولأشقائه في كل مكان ما عجز عنه الآخرون. رحم الله هذا الزعيم الذي كان أحد أبطال العبور في حرب 73 1900 و1000، كان قائدا للقوات الجوية المصرية، قاتل إسرائيل حربا وقاتلهم سلاما واستعاد أراضي مصر بحرية وبكرامة. الحقيقة أن فقدان مثل هذا الزعيم في هذا اليوم هي خسارة كبرى للعرب، وفي نفس الوقت هي عبرة، لأن بأن هناك رجال مخلصين وهناك قادة أفذاذ يصنعون التاريخ ويصنعون الأوطان ويدافعون عن الشعوب ويلتزمون بالمبادئ وبالقوانين الدولية، وفي نفس الوقت هناك على الضد، هناك من لا لهم من الأثر إلا سوءة، وليس لهم من المآثر إلا الحروب، وليس لهم من الأعمال إلا التهديد للعرب ولغير العرب. الزعيم حسني مبارك رئيس مصر العربية حين أو هو توفي في هذا اليوم، فالحقيقة أن هذا الرجل له بصمات على الوضع العربي وعلى الوضع الإسلامي وفي العالم بأكمله. هذا الرجل، هذا القائد، كان محبا للمملكة العربية السعودية، كان موفيا مع المملكة العربية السعودية، كان يقف معها في جميع القضايا. حينما احتلت الكويت وقف مع الملك فهد، وحينما تداهم المشاكل والمصائب بعض الدول العربية يكون صوت الحق بجانب المملكة العربية السعودية. لم نجده يوما إلا محبا للسعودية وللسعوديين، ولم نجده يوما إلا مبادرا إلى حل المشاكل العربية والوقوف في خندق المملكة العربية السعودية للتضامن العربي. بوفاة الرئيس محمد حسني مبارك خسرنا جميعا زعيما عربيا وقائدا فذا وملهما لهذه الشعوب ولشعب مصر تحديدا. هذا الرجل استطاع أن يقود مصر في أحلك الظروف وفي أصعبها، وخصوصا بعد نكسات وبعد هزائم وبعد اقتصاد مدمر، استطاع حسني مبارك أن يعبر بمصر إلى بر الأمان وأن يضعها في مكانها الطبيعي والطليعي. ثم حينما قامت الثورة المصرية التي هي حقيقة خراب أصاب الدول العربية ومدبر دبره الأجنبي وبأيدي الغادرين من العرب ومن غيرهم، وأتحدث عن الإخوان وغيرهم، صمد هذا الرجل ثم وقف شامخا وتنحى عن السلطة، ليس خوفا ولا جبنا وإنما حقنا لدماء المصريين ومنعا لتكرار مثل هذه المأساة. كان أنموذجا رحمه الله حسني مبارك، كان أنموذجا في القيادة وهو في أوج قوته، وهو يقود القوات الجوية ويقصف إسرائيل في حرب 73، ثم وهو في آخر حكمه وقف صامدا صادقا حينما خرج من الحكم برغبته وبإرادته، حبا لمصر وصيانة لمصر ومنعا لمزيد من التدهور على هذا الجانب، ومنعا لحرب أهلية ولخلافات عظيمة. هذا القائد وهذا الزعيم حقيقة هو ممن يشار إليهم بالبنان، وهو ممن تفخر بهم العرب. ومرة أخرى أعيد وأكرر، هذا الرجل محب للمملكة العربية السعودية، هذا الرجل عبر تاريخه الطويل منذ أن كان نائبا للرئيس السادات رحمه الله، وهو قريبا من قيادة المملكة العربية السعودية، وهو أيضا يضع في اعتباره وفي مفهومه أن هناك أطرافا تريد تخريب المجتمع العربي والتضامن العربي، فوضع يده في يد قادة المملكة العربية السعودية، وكان صديقا صادقا، وكان قائدا موفقا، وكان أيضا مرة أخرى أحد المفكرين في العالم العربي على المستوى السياسي. قيادة مصر ليست بالشيء اليسير وليست بالشيء السهل، ولكن الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله قاد القوات المسلحة المصرية كقائد أعلى وكقائد لها برتبة فريق، وقاد القوات الجوية كما أسلفت سابقا، ثم قاد مصر سياسيا واستطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان وأن يسجل لها انتصارات في المحافل الدولية. وهذا ليس بغريب على مثل هذا القائد وعلى مثل هذا الزعيم وعلى مثل شعب مصر العظيم الذي ينتج رجالا أفذاذا وقادة وطنيين لهم بصمات لن يمحوها التاريخ. حسني مبارك رحمه الله يغادرنا في هذا اليوم ويودع الوطن العربي، له كلمة مأثورة
حينما خرج من السلطة برغبته أرسلها إلى شعب مصر، قال هذه أرض ميلادي وفيها سيكون مماتي وسأدفن فيها، وقد حقق الله له ما قال، ها هو يموت شامخا عزيزا على أرضه في مصر، يودعه الشعب المصري وتودعه الأمة العربية، تودعه القوات المسلحة المصرية، وتودعه الملايين بذكرى عطرة. ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، هناك قادة يغادرون شعوبهم وهم ملعونين ومدحورين ولا يخلفون وراءهم إلا الهزائم وقتل شعوبهم، بينما هذا الرجل يغادر شعبه في هذا اليوم وله بصمات ومآثر طيبة وجيدة لن ينساها له التاريخ، رحمه الله وغفر له.